السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وانتم ما كتفرجوا في هذا لا فيديو كيف ما كتشوفوا اليوم، غنوجد معاكم هذا الملوي اللي كيجي ساهل وكيجي رائع، كيجي مورق ومن داكشي رفيع. كيف ما كتشوفوا غندوز معاكم طريقة العجين. ما تنساوش اللايك والاشتراك والضغط على الجرس باش هكا توصلوا باي جديد. كما كتشوفوا العجينه غادي ندير هنايا شويه ديال الفينو وشويه ديال الفورس، تقريبا دايره جوج زلايفن ديال الفورس وزلافه ديال الفينو، شويه ديال الملحه وشويه السنيده، شويه ديال الخميره ديال المعجونه اولا الخميره الفوريه، كنخلطهم بحال هكا كيف ما كتشوفوا، بشويه بالماء حتى كتذوب ديك الخميره مع السنيده والملح. عاد كنخلط الطحين ديالي وداكشي مزيان صافي، وغادي نبدا نعجن عجينه عاديه، العجينه ديال الملوي العاديه، غير هي كتكون شي شويه ديال الملوي كتكون مطلوقه ماشي بحال ديال المسمن، باش كيجي الملوي رطب، كيجي رطب ومورق، ما كتكونش قاطحه. هادشي هو اللي كاين. صافي انا غادي نبدا نعجن العجينه ديالي وغادي نجمعها وغندوز معاكم باش نوريكم الطريقه. كنتمنى الشرح يكون واضح والبنات المبتدئات يفهموا ويحاولوا يبداو يجربوا الوصفات باش هكا يزعموا ويولفوا، لحقاش قد ما كتزعم في الحاجه كتولي كتقنها المره الاولى والثانيه والثالثه، صافي كتولي كتقنها. كما شفتوا راني هنا رخيت العجينه ولكن راني كنحاول نجمعها. صافي نبدا نجمعها بلا ما نضيف الماء حتى تبان لي تجمعات وشربات، عاد نضيف شويه د الماء وندلكوها كما قلت لكم، تكون مدلوكه مزيان ومطلوقه مزيان باش كتجي، باش كيجيو دوك المليويات كيجيو رائعين. المهم غنستمر هكا حتى غنسالي. هاد العجينه راه ديريكت كان نبدا نكورها ونحطها في شي لاطه ولا في شي بلاطو، ما كنتسناوهاش تطلق لحقاش كتكون مطلوقه مزيان كيفما كتشوفوا راني كنعجنها مزيان، نيت كندلكها مزيان حتى كتطلق باش ما كنتسناش حتى تعاود تطلق، وممكن لكم تخليوها الا بغيتو. انا هنايا صافي كما كتشوفوا راني عجنتها مزيان وجمعتها وكورتها، عاد رجعت معاكم صافي كنكورو القياس اللي بغينا، بغيتهم كبار متوسطين صغار. هنايا راني دايره السميده ديال الحرشه الغليظه مع الزبده دايبه، ذوبتها وخلطتها معاها، وهنايا في الزلافه اللي كتشوفوا راني دايره فيها غير الزيت العاديه باش كنورق بها. كما لاحظتوا العجينه كتكون مطلوقه وكتطلق وكتمشي مع اليد لحقاش كتكون مدلوكه مزيان. راني دي قلت لكم كيف ما قلت لكم راه ما تنيتهاش تطلق ولا شي حاجه، كورتها مباشره، غير كنسالي التكوار، كنبدا باول وحده كورتها، كنبدا بها هي الاولى اللي كنطلق وكنبقى غاده كنستمر. فاش كنكون كنكورهم كنحطهم في البلاطو كيكون باين صافي، كيكون باين شكون الاولى والثانيه والثالثه. صافي هنايا كندهن كيف ما كتشوفوا بديك السميده والزبده من الوسط وكنبقى نحاول نلويها، كنلويوها بحال هكا وخا كتجي شويه الا بنت لكم لما كتهدر، راه نحاولوا معاها راه كتلوها، كتلويو القنوته وكتبقاو تدفعوها حتى كتساليوها بهذه الطريقه. كتكون هذه هي الطريقه باش كنلوي انا الملوي وكيجي رائع، كيجي مورق، كيجي زوين. هذه الطريقه راه ساهله للبنات المبتدئات كيف ما شفتوا، راه ما فيهاش شي حاجه اللي مشكله ولا زعما صعيبه، راه كنطلقوا العجين ديالنا عادي حتى كنطلقوه مزيان. نعاود معكم باش هكا البنات يفهموا. صافي نطلقها مزيان، حاولوا تطلقوا من الجناب، واخا تبالكم تقطع شي شويه ولا شي حاجه ماشي مشكل. صافي كنحاول ندير السميده مع الزبده اللي قلت لكم ديجا اللي خلطتهم وكنطوي. صافي انا غنكمل غنطوي هذه وغادي نكمل الطريقه كامله حتى غنسالي الكمية كاملة اللي عندي كنطويوها ونرجع معاكم. صافي كنلويها بحال هكا ياك كيف ما كتلاحظوا. صافي وغنبدا نحط حتى غنسالي الكمية كاملة اللي عندي، وغنبدا عاوتاني المرحلة الثانية اللي كندير. صافي غنستمر بحال هكا
كما قلت لكم صافي هنايا راني ساليت كيف ما شفتوا، راني ساليت الكميه كامله اللي عندي بنفس الطريقه. دابا اول وحده لويتها هي باش غنبدا، كتكون طلقات وكتجي ساهله باش انكم تلويوها. صافي كيف ما كتشوفوا كتكون مطلوقه، كنقرصوها بحال هكا وكنزيدو كنرشوها شويه ولا كندهنوها بالزبده اللي بغيتو تورقوا بالزبده صافي، وكنقلبوا بحال هكا كيف ما كتلاحظوا معايا، وكنجبدوا العجين بحال هكا ونقرصوه ونجبدوا العجين حتى كنساليوه. هاد الطريقة هي اللي كندير أنا في الملوي، كتجي زوينة وسهلة وكيجي الملوي ديالها زوين، كيجي مورق صافي. كنحاولو نقرصو هاد المرحلة حتى هي كتبغي شوية ترققو هكا، أو تحاولو تضغطو حتى كترقق شي شوية العجينة تبان لكم صافي ما بقاتش غليظة، عاد كتلويو بحال هكا. وفاش كتكونوا كتلويو ما كتحاولوا ما تزيروش اللويه، كتبقى شويه مرخوفه ما تزيروش يديكم باش هكا كيجي الملوي مورق. اما فاش كتزيروا العجينه بحال اللي كترجع كتعاود تعجن كيف ما لاحظتوا معايا راها مرخوفه صافي. كنحاول ندير انا بحال هكا، كنجمع دوك القنوت وكنحط، كنستمر كنمشي كناخد الملويه الثانيه اللي لويت اللي كتكون هي ديجا طلقات صافي، وكنستمر بهذه الطريقه. غنستمر بهذه الطريقه حتى غنسالي العجين اللي عندي كامل، عاد كندوز كنبدا نطيب. انا هذه هي الطريقه اللي كندير، وقلت علاش لا ما نتشاركاش مع المتتبعات ديالي. المهم راه كلشي كيعرف الملوي، ولكن راه كاينين البنات اللي صغار ومازال ما كيعرفوش، المهم يتعلموا. وحتى الكبار راه كل واحد وطريقته، راه كل واحد كيفاش كيدير الملوي، راه كاين اللي كيدير طرق اخرين. انا كنعرف البنات شي بنات كيديروا طرق وحدين اخرين، انا هاد الطريقه هادي كنلقى فيها راحتي زعما، وكتجيني سهله، كتجيني سهله وعمليه. كنكمل بهاد الطريقه حتى غنكمل الكميه كامله وغندوزو للطياب. صافي كنحاولو نديرو بحال هكا، كنضغط صافي هنا. من بعد ما ساليت كيف ما كتلاحظوا معايا، كنمشي عاوتاني كنرجع لاول وحده لويتها حيت كتكون هي اللي طلقات صافي. كنقرصوها بحال هكا، ما كنقرصوهاش بزاف حتى كترقى، كنخليوها شويه ما كنخليوهاش غليظه، ما كنرققوهاش بزاف، الملوي شي شويه كنخليوه طالع صافي. هكا كنرشوا المقيله ديالنا اللي كنكونوا درناها ديجا سخنات مزيان، وكنلوحوا الملويه بحال هكا كيف ما كتلاحظوا معايا صافي. كنلوحها وكنبداو نحركوها ونقلبوها حتى كتحمر وكتوجد. هنعاود معاكم وحده اخرى باش نوريكم كيفاش زعما كيفاش كنلوحها في المقلاة وكيفاش كنطيبها. حيد هذا هكا باش يبان ليكم، نجيب لحدايا الكاميرا صافي. كيف ما تشوفوها هانتوما ما طلقتهاش بزاف، ما كنطلقهاش بزاف، كنطلق شويه وصافي. كنخليها شويه غليظه صافي، غنرش المقلاة وغادي نهزوها بيدينا بحال هكا صافي. وكنلوحها دايركت كيف ما كتلاحظوا معايا هكا، كنخليها واحد شويه حتى شويه هي يعني ما كتشد راسها، وكنرشوها بالزيت وكنقلبها، وكنحاول كنبدا نقلبها ونحركها حتى كتاخد اللون ديالها وكتحمر صافي. انا هكا يا غادي نستمر في الطياب ديال الملوين ديالي. كنتمنى هاد الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وتستافدوا منه، وما تنساوش ديما كما كنقول لكم التعاليق، خليوا لي التعاليق ديالكم والتشجيع ديالكم. كيف ما لاحظتوا هانتوما هي تحمرات وراني عاودت قلبتها. هذا ما كان، كنتمنى كما قلت لكم نكون خفيفه على قلوبكم، ونكون كنحاول نفيدكم ابسط الاشياء، يعني ابسط حاجه تستافدوا منها. وكنحاول ندير لي فيديو ديالي اللي الحوايج اللي كيستعملوهم الناس بزاف لي يوميه، ماشي شي حوايج اللي ما كيديرهمش الناس الا مره مره، داكشي بريستيج. حنا كندير داكشي تقليدي وفي نفس الوقت صحي وزوين واقتصادي في متناول الجميع. هذا ما كان، كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، والى فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم.